إن لقاءنا اليوم مع هذه النخبة الحاضرة والذي ستليه لقاءات أخرى مع نخب كثيرة إنما هو بهدف إطلاق الحملة الانتخابية لمرشح الحزب عن قضاء العبدة. هو مرشحكم أنتم وصديقكم ورفيقكم أنتم الذي عرفتموه وخبرتموه عن قرب. هذا الفتى الأغر ابن المدن الأعلى الأشم ابن كل ليل هو الأخ والصديق للجميع. عرفناه في صفوف الحزب من جمعية الكشاف التقدمي إلى منظمة الشباب إلى الجيش الشعبي انتقالا إلى العمل السياسي وتسلمه قيادة منطقة المدن في الحزب وتأسيسه جمعية أمان لدعم المريض وصولا إلى تكليفه مفوضية الداخلية في الحزب حتى لمع نجمه كجوهرة تستقطب الأنظار. إنه المواطن الوحيد الملتزم قضاء الناس وهمومهم، صاحب الأيادي البيضاء، صاحب الوعد الصادق والكلمة الجريئة، المفكر بالحق وبالعدل والناطق والعامل بموجبهما. إنه صديقكم ورفيق دربكم الرفيق الحبيب هادي أبو الحسن. صاحب المعالي الرفيق الصديق أيمن شقير، حضرة رئيس اتحاد البلديات المدن الأعلى ورؤساء البلديات الكرام، المخاتير والفعاليات، الضباط المتقاعدون، أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، أيها الحضور الكريم، كل باسمه وكل بموقعه. إن خير ما نبدأ به هذا اللقاء هو توجيه تحية إجلال وإكبار إلى أرواح شهدائنا الأبرار وإلى كل شهداء الوطن الذين سقطوا دفاعاً عن سيادة وعروبة واستقلال لبنان، وفي مقدمهم كبير شهدائنا المعلم الشهيد كمال المبارك. تحية إلى جرحانا ومناضلينا الذين بفضل تضحياتهم نحيا اليوم بعز وإباء ونمضي على درب النضال برؤوس مرفوعة بفخر وكبرياء. نحفظ الأمانة والوعد ونصون القضية والعهد. تحية لكم جميعا أيها الرفاق، ومن خلالكم إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل المناضلين الشرفاء. تحية إلى رفاقنا من الرعيل الأول الذين كان لهم الفضل في إطلاق هذه المسيرة، ومنا جميعا من المدن الأبي، من مدن الرجال ومرتع الأبطال. تحية إلى قائد مسيرتنا ورمز عزتنا، صانع الوحدة والقرار وصمام الأمان والاستقرار، الرئيس وليد جمبلاط. التحية أيضا إلى رفيق الدرب والصديق أيمن شقير، مع شكرنا وتقديرنا له على مواقفه وإنجازاته. كيف لا
وهو المخلص الصادق الذي قدم أفضل نموذج عن رجل الدولة النظيف والشفاف. معا يا رفيق أيمن نكمل الدرب من ضمن فريق عمل واحد، كما كنا على مدى ربع قرن من العمل والعطاء. معا نمضي ونبني على الأساس الذي أرسيتموه. معا كنا ومعا سنبقى لنقدم الصورة النقية والحقيقية عن حزبنا التقدمي الاشتراكي وروحية التعاون والتكامل التي جمعتنا منذ البداية وستبقى إن شاء الله إلى أبد الآبدين. أما بعد، كأنها الذاكرة تأخذني بعيدا بعيدا إلى تلك الحقبة التاريخية التي شكلت بالنسبة لنا بداية التحول ونقطة الانطلاق، يوم 16 من أذار من العام 1977، عندما أيقظتنا الصدمة الكبرى لتتفتح عيوننا على أقصى مشهد، لحظة استشهاد المعلم كمال جبلاط ليشكل اغتياله إهانة وصفعة لكل إنسان حر على مساحة هذا العالم. وتتراءى أمامي صور الرجال الأحرار تصلح حناجرهم بصيحات الغضب والاستنكار، وسرنا خلفهم في اليوم الكبير، يوم الأول من أيار، وكنا أشبالاً في مقتبل العمر ننشد بحسرة: سلام الشباب سلام الرجال. مع كوكبة من الرفاق الكشفيين ورحنا نشق الطريق خطوة تلو الخطوة، ونرتوي من نبع فكره الصافي، ونرتقي سلم القيم المكتسبة من مدرسته الكشفية التقدمية، إلى أن دخلنا مرحلة الثمانينات، وكانت قد بدأت ترتسم في الأفق المخاطر المحدقة بوطننا لبنان، وأخذت تتلبد في سماء الوطن غيوم سوداء قاتمة. وفي غمرة تلك الظروف والتحديات اتخذت قراري وانخرطت في صفوف الحزب بملء إرادتي واختياري، وبإرادة مني حرة واعية لا يكتنفها إكراه ولا غموض ولا تقييد ولا وطنية. وسرنا معا بقيادة الرئيس وليد جنبلاط، وشقينا طريق التحدي والنضال في أصعب الظروف وفي أخطر المراحل، وصمدنا في وجه المشروع الإسرائيلي التقسيمي، وأسقطنا المؤامرة الكبرى مع كل الوطنيين الشرفاء، وانتصر لبنان وبقي حرا منيعا عربيا موحدا. ومع انتهاء الحرب المشهومة وبداية تطبيق اتفاق الطائف وإعادة بناء الدولة والمؤسسات، كان الإنجاز الأكبر بالنسبة لنا هو مشروع المصالحة الوطنية وإعادة اللحمة بين اللبنانيين الذي نعتبره أمانة في أعناقنا جميعا. لكن مشروع بناء الدولة الحقيقية بقي متعثرا نتيجة العقلية المهترئة المريضة التي لم تؤدي إلا إلى سياسات المحاصصة والهدر والفساد، بعيدا عن المحاسبة الفعلية نتيجة نظام سياسي طائفي عليل، مما أدى إلى عجز الدولة وتراكم الدين العام ليرزح المواطن اللبناني تحت أعباء غير مسبوقة، مما وصلنا اليوم إلى حافة الهاوية، وها هي السفينة
تكاد تغرق بركابها وأسفارها. كل ذلك يجري ونحن نقترب من الاستحقاق الانتخابي الذي هو واجب دستوري وحق للمواطنين للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم إلى الندوة النيابية. وفي خضم كل هذا جاء قرار رئيس الحزب بترشيح العديد من الرفاق والأصدقاء للانتخابات النيابية المقبلة، وكان لي شرف الحصول على ثقة الرئيس وثقتكم جميعا بترشيحي على المقعد النيابي في قضاء عبدة. مما زادني شعورا بالفخر والاعتزاز والمسؤولية على هذه الثقة الكبيرة التي أعتبرها أرفع وأغلى وأرقى من كل المناصب. وأنا على يقين بأنني لست بأفضلكم، لأن هذا الحزب وهذه المنطقة يختزنان الكثير من الطاقات والكفاءات، لكن نتيجة ظروف معينة وتقدير دقيق للمرحلة الحاضرة والمستقبلية كان هذا القرار وهذا الخيار. انطلاقا من كل ذلك، أعدكم أيها الرفاق أنه كما وقفنا في كل المراحل والمحطات والتحديات، أقف اليوم مجددا أمامكم بكل ثقة والتزام وجهوزية، معلنا استعدادي لحمل الأمانة وتحمل المسؤولية ومتابعة المسيرة التي بدأناها معا بإرادة صلبة لا تلين وعمل دؤوب لا يستكين. أقف أمامكم كما وقفت منذ أكثر من 30 عاما لأردد القسم والقول. أقسم بشرفي وبمعتقدي بأن أعمل مع رفاقي بكل أمانة وإخلاص إلى جانب الرفيق العزيز تيمور جنبلاط، لتحقيق مبادئ الحزب والعمل بروحية المعلم الشهيد كمال جنبلاط، والالتزام بنهجه الإصلاحي ومواجهة الفساد والمفسدين وتبني قضايا الناس وتحسس همومهم وتخفيف آلامهم وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم ودعم قضايا الشباب وحثهم على الانخراط أكثر في الحياة السياسية لتحقيق التغيير المنشود، والعمل على إلاء قضايا المرأة الأهمية والعناية إيمانا منا بدورها الريادي وحقها في المشاركة الفعالة في كافة المواقع والميادين. وعهدنا أن نسعى ونعمل على بناء مجتمع على أساس الديمقراطية الصحيحة تسود فيه الطمأنينة الاجتماعية والعدل والرخاء ويؤمن حقوق الإنسان، وأن نستكمل ما بدأناه في عملية الإنماء ونثبت منطقة الدولة ونصون الوحدة الوطنية الداخلية والوطنية ونحفظ الأمان والقضية. على كل هذا أقسم. أيها الرفاق، أيها الأصدقاء، بقدر التزامي بما أعلنت بالقدر نفسه أتطلع إلى اليوم الذي أتخذ فيه القرار بملء إرادتي واختياري، وأسلب الدرب للمختارة
ليقف بفخر أمام الضريح. وانحني خشوعا لأقول في هيبة المكان: معلمي لقد قمت بواجبي. خليك شوف. وبين الرحلتين عهدي لكم أيها الرفاق بأن نبقى على ما تعهدنا عليه، ونحن الخارجون من بين الناس لنعمل لكل الناس، لا نميز بين مواطن وآخر، ولا نفرق بين عائلة وأخرى، ننبذ العصبيات الضيقة كيف لا، ونحن الذين خرجنا بكل قناعة من إطارنا الضيق إلى رحاب العمل الوطني، حاملين فكرا تقدميا إنسانيا يجعلنا على مستوى ما نكترز من فكر وقيم ومبادئ. من هذا المنطلق نطلق اليوم حملتنا الانتخابية بروحية التنافس الديمقراطي واحترام الآخر، لنقدم النموذج الراقي عن الحزب التقدمي الاشتراكي وجمهوره، بعيدا عن المهاترات والحساسيات والتشنجات. أيها الرفاق، أيها الأصدقاء، لقد دقت ساعة الحقيقة، دقت ساعة الانطلاق، فهلم إلى العمل الذي عودتمون عليه في كل المحطات والاستحقاقات. هلم نمضي إلى الأمام، نشق الدرب من جديد، نرفع الراية إلى الأعالي بجهد نحمي نهج الوليد، نكسر القيد وننهض بعزم، ونعبر إلى فجر جديد، ونحقق شعار المعلم الحاضر، مواطن حر وشعب صاحب. أشكركم، هذا الحزب التقدمي الاشتراكي، حزبا رياضيا وطنيا منيعا، عاش لبنان وطنا حرا عربيا مستقلا. شكرا لكم مجددا.